السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة أول محاضرة لينا إن شاء الله في البلوك بتاع البابليك هيلث اللي هو الديموغرافي. احنا اتكلمنا يعني شوية باستفاضة في السكشن واتكلمنا عن الديموغرافي، قلنا ان لازم المريض أول لما بيجيلي تمام بيكون بيشتكي من شكوى معينة زي acute abdominal pain. أنا كدكتور عارف ان ده مكان الابدومن، هو بيشتكي من الم في بطنه، وانا عارفه ان الاناتومي بتاع الابدومن، الابدومن ده فيه ايه؟ فيه ليفر، فيه في بنكرياس بتلف من ورا، في الاستومك، في الانتستين. فانا ابدا ان انا اطلع بعد ما باخد منه هيستوري واكزامينشن، ببدا اعمل بروفيجنال دايجنوز، اوصل تشخيص بدائي بناء على الاناتومي اللي انا عارفاه. تمام، انا عارفه ان المكان ده فيه كذا، فممكن العيان ده يبقى عنده هيباتايتس، جاستريك بيبتيك السر، عنده اورتيك ديستنشن، عنده انجينا، هو اللي عامل الاكيوت ابدومينال بين. قلنا احنا بقى كبابليك هيلث احنا مور اوف كوميونيتي اورينتد، لا انا ليا علاقه بالمجتمع ككل، انا عايزه اعرف المريض اللي جالي ده كام واحد من المرضى كان عندهم الضغط او السكر، كام منهم قد ايه في ميلز وقد ايه ميلز، قد ايه يونج وقد ايه اولد، قد ايه ناس قاعده في المدينه وقد ايه ناس مثلا قاعده في مراكز او مسافره بره. احنا مور اوف كوميونيتي اورينتد، فانا عشان اعرف لما جه الكلينيشن عشان يقدر يشخص المريض ويعرف هو عنده ايه، كان عارف الاناتومي بتاعه. فانا عشان عايزه اعرف الامراض اللي بتصيب المجتمع ايه، لازم اعرف الاناتومي بتاع المجتمع. من هنا جت كلمه الديموغرافي، قلنا بيتكون من كلمه ديموس معناها بيبل وجرافي معناها ستادي، يبقى هي الاستاتستيكال والساينتفك ستادي اوف هيومن بوبيوليشن، هي الدراسه العلميه والاحصائيه للسكان. تمام، طيب ايه اهميتها؟ انا بدرس فيها حاجات مهمه جدا، خمس حاجات 3 S's و 2 D's. ايه ال 3 S's؟ اتكلمنا عن size structure change، وال 2 D's اللي هو development و distribution. قلنا اهم حاجه في السايز ان انا عايزه اعد السكان كلها، سواء كان مثلا في محافظه المنيا، سواء كان مدينه او مركز، السكان كلهم total number of population. بعد كده السكان دول ابدا بقى ان انا اوزعهم، اشوف متوزعين ازاي، قد ايه اماكن اوفر كراودد وقد ايه اماكن فاضيه، قد ايه مثلا منهم ميلز وفي ميلز، الريليجن بتاعهم كان عامل ازاي، الريس، الاستراكشر. بعد كده اللي هو قلنا بيمثل لنا البوبوليشن بيراميد، قال لك لا انا ما بحبش اللك كتير والكلام الكتير، اعمل لي جراف او رسمه اجي ابص عليها اعرف كل حاجه عن السكان، ميلز وفي ميلز، يانج واولد، كل حاجه. قال لك خلاص انا هعمل حاجه اسمها البوبوليشن بيراميد، هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين. التشينج، التغير في السكان، تغير في السكان سواء كان هو المجتمع بيزيد ولا بيقل ولا زي ما هو، تعرفوا ازاي؟ شوف لي البيرثز قد ايه، شوف لي ديثز قد ايه، المواليد والوفيات اترحم لي من بعض، دي حاجه اسمها زياده طبيعيه. ليه طبيعيه؟ لان دي قضاء وقدر، ناس بتعيش وناس بتموت، وضيفها لي للمجتمع، شوف لي بيزيد ولا لا. المايجريشن من والى، في حاجه اسمها الاميجريشن اللي بالاي، اللي هم كاني بقول المهاجرين الى انسايد اللي موجودين في مصر، اما الاميجريشن اللي بالاي اللي هم اكزيت خارج البلد، دول اللي بيعدوا بالظبط الوفيات، فبقول عليها حاجه اسمها زياده الهجره. الديفلوبمنت بقى التطور في المجتمع من جميع النواحي، سواء كان انتليجنس، اي كيو، في الميديسن، في الارت، ايا كان الحاجه. المهم تعرفوا ان الفايف كاركترستكس بتاعت الديموغرافي 3 اس و 2 ديز، سايز ستراكشر تشينج ديفلوبمنت اند ديستريبيوشن. طب ايه اهميه الديموغرافي كبابليك هيلث؟ طيب احنا اهم حاجه تعرفوها ان احنا عندنا حاجه اسمها الهرم السكاني، او بقول عليه بوبوليشن بيراميد. لما اجي اقول اهميه الديموغرافي ببص على الهرم ده، بشوف اول حاجه البيز بتاعته، القاعده بتاعته، القاعده بتاعته بتمثل ايه؟ بتمثل المواليد. فانا مثلا لما ابص على الهرم ولقيت ان معدل وفيات في الاطفال تحت سن 5 سنين كتير جدا، ده معناه ان انا بدي مسج للديسيجن ميكرز والناس اللي ماسكين البلد، خلي بالكم الوفيات للاطفال كتير جدا، اعملي برنامج تطعيمات فاكسينيشن بروجرام، وبعد كده ابدا تابع لي البرنامج ده، شوف لي هينجح ولا هيفشل ازاي. شوف لي بعد 4 5 سنين لو لقيت الاطفال تحت سن 5 سنين عندي الوفيات بتاعتهم قلت، يبقى معنى كده البرنامج بتاعك ناجح. يبقى انا اول حاجه اهميه الديموغرافي مورتاليتي ريت باي ايج اند سكس ديستريبيوشن. يعني ايه المورتاليتي؟ ان انا لما لقيت معدل وفيات عندي زاد، بدات ان انا اعمل بلاننج بروجرام، اعمل بريفنشن للديزيز. انا لو لقيت معدل مثلا الوفيات بين الشباب كتير جدا مثلا، اقول طب ايه السبب؟ هل في بسبب الادكشن او الدراج ابيوز؟ هل بسبب مثلا الاكسيدنتس وحوادث الطرق؟ طب ابدا بقى اعمل بلاننج بروجرام. ده المقصود بالمورتاليتي ريت. الحاجه الثانيه الديستريبيوشن باي ايج اند سكس. ازاي؟ انا لما الاقي مثلا معدل المواليد كتير جدا، انا عندي في الهرم بتاعي هلاقي ان هو برود بيز، قاعدته عريضه خالص، يبقى الاطفال كتيره جدا. طب الاطفال دي هل انت مستعد بلاننج انك تعمل مستشفيات
وحضانات وتخصصات بقى دكاتره اطفال كتير، ان عندك الاطفال معدلهم كتير جدا. طب بص على الناحيه التانية، الايبكس بتاعتك هتلاقيها قليله صغنونه، معدل الوفيات عندك قليل، يبقى معنى كده ان كبار السن كتير خالص، يبقى عندك ناس اولد ايج باعداد كبيره. اعمل لهم علم اللي هو الجرياتريك، شوف هما محتاجين قد ايه. يبقى من البيز بتاعتك عرفت حاجتين، عرفت المورتاليتي بتاعهم وعرفت التوزيع بتاعهم قد ايه. المورتاليتي لو معدل الوفيات عندك كتير اتصرف واعمل بلاننج بروجرامز. البرسنتج ديستريبيوشن التوزيع بتاعهم لو لقيت معدل المواليد كتير اعملي برامج. وهنا دخلنا على ايه، ان احنا نعمل برنامج ونقدر نشوف هل هو ناجح ولا فاشل، زي قلت لكم كده برنامج التطعيمات ديتيرمين الهيلث او الفيلير اوف الهيلث بروجرامز. اعرف الليفل بتاع الكوميونتي هيلث، اكيد طبعا احنا قلنا احنا مور اوف كوميونتي اورينتد، الكلينيشن اهتم بعلاج المريض، انا عايزه اهتم بقى بعلاج المجتمع ككل. طيب اعرف الليدنج كوزز اوف مورتاليتي وموربيديتي، ايه اكتر اسباب بتصيب المجتمع ده من وفيات او امراض انا دلوقتي، واقارنهم منهم من بعض. انا عارفه مثلا الضغط والسكر منتشر جدا في المجتمع، ايه المرض اللي بيموت اكتر واحد فيهم؟ الضغط مثلا لقيته بيموت ناس اكتر من السكر، يبقى هعرف مثلا المرض ده فتاك اكتر. طيب الريلاتيف امبورتنس اوف فيتال ديزيز، في امراض فتاكه يعني ايه؟ يعني في مرض بيموت اسرع من التاني، يعني مثلا الضغط، احنا عارفين الضغط ده كرونيك ديزيز، ممكن الواحد يقعد 20 سنه بالضغط، لكن مثلا الواحد مثلا الست اللي عندها سيرفايكال كانسر، كانسر مثلا في عنق الرحم، عارفه ان هو بيموت مثلا اسرع بعد 5 سنين، يبقى عرفت ان المرض ده فيتال. لو لقيت مثلا ان معدل انتشار الوفيات من الضغط اكتر من معدل الوفيات من السكر، يبقى انا هبدا اهتم بالناس اللي عندهم الضغط اكتر من السكر، ده المقصود ان اعرف ايه هو الفيتال ديزيز. تمام، يبقى اهميه الديموغرافي، بشوف ان المورتاليتي بتاعهم واعمل لهم بلاننج بروجرام، اشوف الديستريبيوشن باي ايج اند سكس واعمل لهم برده بلاننج بروجرام، اعمل البروجرام بتاعي ده واشوف هل هو سكسس ولا فيلير. احنا كوميونتي اورينتد، يبقى لازم اهتم بالهيلث بتاعت الكوميونتي، اعرف الليدنج كوزز اوف مورتاليتي وموربيديتي، واعرف ايه هو الفيتال ديزيز. ده اهميه الديموغرافي. السورسز اوف ديموغرافيك داتا، احنا قلنا اول كاركترستيك في الديموغرافي ان انا اعرف السايز بتاع المجتمع، عدد السكان قد ايه. هتعرفهم ازاي؟ باربع طرق. اول طريقه اللي هو السنسس اللي هو الحصر الشامل، وهنتكلم عليه بعد شويه. الفايتال ايفنت ريجسترز اللي هو السجل المدني اللي بيشمل المواليد والوفيات والطلاقات والجواز، وكمان بيتكلم عن اللي ساعات بيبقى فيه ايفن كانسر ريجستري. السيرفي، ودي بقى الابحاث، ايه البحث بتاعك ده؟ ده بعد ما بتتخرج بتعمل حاجه اسمها استبيان، مثلا سي عايز تعمل استخدام السوشيال ميديا مثلا بين طلاب جامعه المنيا، فبتعمل ايه؟ هتروح الشؤون وتشوف الطلاب دول قد ايه، لقيتهم مثلا 70,000 طالب، انت كبوست جراديويت غلبان وكحيان مش هتلاقي اصلا معاك فلوس وانك تجمع كل الحالات دي وانك تروح تعمل لهم استبيان الناس دي كلها. فبتوع البابليك هيلث كتر خيرهم قال لك اختار مثلا سامبل من الطلبه دي كلها، سي هتاخد 400 طالب، الطلبه دي السامبل دي هتكون ريبريزنتيف، تكون ممثله عن جميع الطلاب. يعني ايه؟ تاخد شويه من حقوق، شويه من تجاره، شويه من طب، شويه من اولى وثانيه، وشويه من رابعه، شويه ميل، وشويه في ميز، ناس من مراكز وناس من المدينه، بحيث النتيجه اللي هتطلع على 400 طالب دي اقدر ان انا اعممها على جميع الطلبه، لان انا واخده سامبل ريبريزنتيف. وده اللي هو السيرفي، والجزء اللي منه اللي هو سامبل ريجستريشن سيستم. يبقى السورس بتاع ديموغرافيك داتا، ده سؤال مهم جدا بيجي في الامتحانات، ايه هو السورسز اوف ديموغرافيك داتا؟ اقول له اللي فيهم الاسز اللي هو السنسس والسيرفي والسامبل والفايتال ايفنت ريجسترز. اهم حاجه فيهم اللي هو السنسس، سنسس حصر شامل، انا عايز اعد الناس كلها. اعمل ايه؟ قال لك بنعمل انوميريشن اوف انديفيديوال اول اوفر ذا كونتري في وقت معين، اللي هو بيتعمل ايه؟ ان انا بعد السكان كلها في وقت معين كل 10 سنين، غالبا بيبقى في شهر 4 او اللي هو شهر في شهر 4 ده، لان بيبقى غالبا الناس كلها قاعده، مفيش سفر مفيش اعياد، فالناس كلها هتقدر انك تعدها. بيتعمل في حاجه اسمها الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء اللي هو الكاب ماس او سنترال ايجنسي او بابليك موبيلايزيشن اند ستاتستكس. بمعنى اختصار كده كانك بتقول عبي وعد، عبي للسكان وعدهم لي قد ايه، هو ده الكاب ماس. طيب ايه انواعه؟ في حاجه اسمها ديفاكتو، حاجه اسمها ديجور. الديفاكتو على حسب اللوكيشن، الديجور على حسب الريزنس. يعني ايه ديفاكتو؟ على حسب اللوكيشن، عشان تعرف مكان صاحبك تعمل ايه، تشوف الجي بي اس بتاعه مكانه فين وانا بعد الناس. يعني مثلا عايز اشوف سكان محافظه المنيا قد ايه، اعمل ايه؟ اشوف الناس اللي موجوده في سوهاج في الوقت ده الجي بي اس بتاعهم فين بالظبط. لقيتهم مثلا الجي بي اس مدين انك انت في سوهاج هعدك، حتى لو انت من المنيا او من اسيوط او من اسكندريه او ايفن من امريكا هعدك برضه، لان الجي بي اس مديني انك انت موجود في سوهاج. الديفاكت ده بيحصل فين؟ سؤال مهم جدا، بيحصل في مصر وبيحصل في انجلترا، ده التايب اوف سنسز اللي بيستخدم في مصر. الديجور بقى على حسب الريزنس، يعني باختصار على حسب البطاقه الشخصيه بتاعتك، انت مكتوب من سوهاج هعدك، مكتوب من المنيا مش هعدك.
ده المقصود بالدي جور على حسب الريزلتس. تفتكروها ازاي؟ دي فاكتو فيها سي لوكيشن، اللوكيشن فيها سي، دي جور فيها ار، الريزلتس فيها ار. اهميه السنسس، اول حاجه قلناها سايز بتاع البوبوليشن، دي فيتشر من الخصائص بتاعه الديموغرافي. الحاجه الثانيه مهمه اتكلمنا عليها، لما تيجي تعمل دراسه عن مثلا الضغط في سكان محافظه سوهاج، فانت عارف مثلا ان المحافظه دي عددها قد ايه من السنسس، فبتعمل نتائج في البحث بتاعك. دي اهم نتائج، هي اللي بتتنشر في مجالات دوليه، غير كده otherwise it's toilet paper. فده بنسميه ايه؟ statistical analysis. دي اهم حاجه في البحث بتاعك، يبقى size statistical analysis. الحاجه الثالثه دي مهمه جدا، انك بتعرف المجتمع ده محتاج ايه. انا لما عرفت معدل وفيات كتير جدا بين الاطفال، عملت برنامج، عملت برامج، خلاص. فانت من السنسس تقدر تعمل planning programs. يبقى عملنا statistical analysis وعرفنا size بتاع population وكمان عرفنا ايه planning programs. الحاجة التانية برضو اقدر اعرف منه mid-year population اللي احنا قلنا عليه، السكان اللي بيتحسب كل 10 سنين، واقدر اعمل منه rates. احنا قلنا هنتكلم بعدين ان احنا في حاجة اسمها rates. rates دي بتبقى في الحسابات، هنتكلم عليها بالتفصيل بعدين. في حاجه اسمها الموربيديتي ريت، اللي هو معدل انتشار الامراض، معدل انتشار الوفيات، مورتاليتي وموربيديتي. تحفظوا لكم كام اربع وحيد كده، عشان لو جالكم مثلا انوريت ايه هو الفاليو اوف سنسس، تقول مثلا السايز ده اول حاجه. الحاجه الثانيه تتكلم عن الميدير بوبوليشن، تتكلم عن الاستاتستيكال اناليسيس، وتتكلم عن البلاننج. في حاجه ثانيه بقى، ان انا ممكن اعمل كومبير وذ اذر كونتريز. اكيد طبعا مثلا احنا عندنا 100 مليون في الهند مثلا، مش عارفه هتلاقي ضعفنا. في حاجات مش عارفه، لايف انشورنس برضو بتساعد في الكواليتي اوف لايف. كواليتي اوف لايف اللي هو نوعيه الحياه، انك انت بتختار الحاجه بناء على الساتسفاكشن بتاعك والكومفورت بتاعك، انك انت مرتاح في المكان ده. اوكي طيب، ده بيقولك ان الكاب ماس بيتعمل في 2017، اخر مره اتعمل في ابريل اي ثينك كان 17 ابريل 2017، وكان عددنا 94 مليون. طيب في حاجه اسمها البوبوليشن بروجكشن. كلمه بروجكشن عامه في علم النفس في السايكياتري معناها اسقاط. يعني ايه اسقاط؟ يعني انا بتوقع او بقول مثلا تقريبا البوبوليشن بتاع الكونتري ده قد ايه. في كام نوع؟ في اول نوع اللي هو السنسس بوبوليشن، واحنا خدنا قبل كده كلمه سنسس يعني انا بحسبه كل 10 سنين في 2017. في حاجه تانية اسمها الانتر سنسس بوبوليشن. يعني ايه؟ يعني انا بحسب في اول سنه حسبت السنسس بتاع 2017، قدامي 10 سنين تاني عشان احسب سنسس. طب انا افرض عايز احسبه في 2018، عايز اشوف عددنا قد ايه. قال لك في طريقه حلوه قوي، شوف لي المواليد قد ايه والوفيات قد ايه واطرحهم لي من بعض، هيديك حاجه اسمها زياده طبيعيه. ضيفها لي على العدد السكان اللي طلعته في 2017، دي حاجه اسمها الانتر سنسس. طب ما تشوف لي زياده الهجره، شوف لي الناس اللي هاجرت هنا والناس اللي هاجرت لبره واطرحهم لي من بعض، هيديك زياده. ضيفهم لي على الناس اللي احنا حسبناهم في 2017، هيديك العدد في 2018. بسميه حاجه نوع من الاستيميتد بوبوليشن، تمام؟ ده اسمه انتر سنسس. طيب النوع الثاني، في حاجه اسمها بوست سنسس. يعني ايه؟ يعني انا بحسب برضو السنسس بتاعي من اخر سنسس لحد دلوقتي، من اخر سنسس لحد دلوقتي. الفيوتشر بقى ما حددلكش بقى فيوتشر، يعني في المستقبل. قال لك اني تايم، في اي وقت، بس بعد السنسس اللي من دلوقتي. يعني دلوقتي مثلا في عام 2022 عايزه احسب الفيوتشر سنسس، يعني عايزه احسب عددنا قد ايه في 2023. السنسس امتى هيبقى؟ المفروض السنسس كل 10 سنين، يعني اتعمل في 2017، المفروض السنسس اللي بعده في 2027. طب عايزه احسب الانتر سنسس، ممكن احسبه في 2018 2019. طب عايزه احسب البوست سنسس، قال لك شوف لي اخر سنسس قد ايه لحد دلوقتي، لحد 2022. امال ايه هو الفيوتشر اللي بعد 2022؟ احنا دلوقتي في 2022، عايز احسبه في 23. هو ده البوست سنسس من بعد اخر سنه اللي انت فيها دلوقتي، تمام. في برضو بعض الحاجات اللي بستخدمها في الاسقاط بتاع البوبوليشن، حاجه اسمها الابزماتيك جروس، تمام. هو بيقول لك ان ده بيشوف ايه، اسفه، تمام. الابزماتيك جروس يعني معناه ايه؟ بيشوف عدد السكان اللي اتحسب في السنسس يير قد ايه. زي مثلا اللي احنا قلنا عدد السكان اللي احنا حسبناه في 2017 كان مثلا قلنا كام، 94 مليون. في 2018 احسبه ازاي؟ قال لك شوف لي الزياده الطبيعيه خلال السنه دي، شوف لي المواليد قد ايه والوفيات قد ايه واطرحهم لي من بعض. الزياده دي ضيفها لي على
السنسس بوبوليشن يجيب لك حاجه اسمها الاستيميتد بوبوليشن. فهو بيجيب لك هنا الايه مثال، بيقول لك مثلا في مدينه معينه كان السنسس في 2001 و2011 50,000 و90,000، يعني فرق بينهم تقريبا 10 سنين. اوكي 10 سنين فرق، كان 50,000 و90,000، يعني معنى كده حصل زياده قد ايه؟ هنقول 90,000 ناقص 50,000، ده الزيادة اللي حصلت خلال الفترة دي، بس الفترة دي خلال 10 سنين. فأنا عايز أحسبها الزيادة السنوية اللي في سنة الواحدة بس، هقسم على 10. تاني، أنا دلوقتي عدد السكان في 2011 كان 50,000، سوري 2001 كان 50,000 وفي 2011 كان 90,000، عايز أشوف زاد قد إيه في الفترة دي خلال 10 سنين دولة، زاد قد إيه؟ أطرح 90 ناقص 50,000 هيديك كام؟ 40,000. طيب الزيادة دي خلال 10 سنين كلها، أنا عايز أشوف في السنة الواحدة زاد قد إيه؟ أقسم 40,000 على الزيادة، الفرق بينهم 40,000 على 10 يطلع لك 4,000، دي الزيادة خلال السنة الواحدة بس. تمام. طيب الحاجة اللي بعد كده كده اتكلمنا عن السايز وعرفنا منه السنسس، الحاجة التانية إيه؟ الستركشر اللي هو بقول عليه البوبوليشن بيراميد. في السكشن كان واضح اكتر، البوبوليشن بيراميد قلنا بيتكون من قاعده عريضه، الهرم في مصر كان بقول عليه بيز، برود بيز لاير، لان قلنا معدل مواليد كتير جدا. بعد كده اتكلمنا عن الايبكس، قلنا ان هو نارو او بوينتد ايبكس، لان معدل الوفيات قليل قوي، وصلناهم بينهم بين بعض فخلالك المنظر اللي هو قلنا تابرنج ايدجز، حصل انحدار بينهم بين بعض. الحاجة اللي بعد كده بيقول لك صنف لك الهرم بتاعك، انت عارف ان هو بيتكون من layers او بقول عليها strata، ممكن برضو افتح لكم جزء في السنة. ادي منظر الهرم، احنا قلنا جزء اللي هو الهوريزونتال ده اللي هو بيبقى فيه البرسنتج، وجزء الفيرتيكال هو بيبقى فيه الايج من اول البيرس لحد مثلا سي 80 سنة، وبعد كده بيتكون من طبقات بقول عليها layers او strata، مفردها stratum طبقة واحدة. الهرم متقسم لجزئين، جزء ميل وجزء فيميل. بيقول لك ان اول 4 طبقات او اول 3 طبقات بيقول لك الاطفال تحت سن 15 سنه، واخر 4 طبقات اللي هم الكبار اللي فوق 65 سنه بيشتركوا مع بعض ان هم الاثنين they are not working، هم الاثنين dependent بيعتمدوا على ناس في النص independent من 15 ل 65 سنه. الهرم بتاع مصر بتاعنا اللي هو الاكسبانس بيراميد اللي هو في النص ده، لما اجي اعلق عليه اقول ان هو broad base layer pointed apex tapering edges. ليه broad base؟ لان عندنا مواليد كتير جدا فخلت لك البيز بتاعتك عريضه قوي. الابيكس بوينت لان عندك معدل وفيات قليل جدا، فلما جيت وصلتهم بينهم من بعض عملت لك منظر التابرنج ايدجز ده. ميلز اند فيميلز تقريبا زي بعض، ايدنتيكال تو ايتش اذر، انليس في وورز حصلت حروب كلت نص الميلز، هتلاقي في نوتش اتحدف ناحيه الايه الفيميلز. الاستيشن ده في اسيا، البيز بتاعته تقريبا اصغر شويه من البيز بتاعتنا، ريلاتيفلي نارور. الابيكس غالبا بتبقى فلات. ليه فلات؟ معدل وفيات قليل اه، بس الناس كبار السن كتير جدا، فخلالك ناس عملوا لك علم حتى ايفن اسمه الجرياتريكس، علم كبار السن، فخلينا الايبكس فلات. فلما جينا وصلنا البيز بالايبكس بقت الايدجز بتاعته بارل، بقت متوازيه بينهم بين بعض، فعمل منظر المربع او المستطيل الريكتانجولر ده، ريكتانجولر ان شيب. ده بيبقى موجود في اسيا، ده في مصر. كونستركتيف او الهرم المخنوق ده بيبقى غالبا في اوروبا. بتلاقي ساعات ايفن البيز اصغر من الايبكس، المواليد اقل كمان من الوفيات، وده بيبقى موجود في اوروبا خلاص، وبيبقى الهرم اللي هو قرب على الانقراض. فهو بيقول لك البوبوليشن بيراميد بيمثل لك ايج وسكس معين، اطفال تحت 15 ده من البيز، كبار فوق ال 60 سنه ده الايبكس، وفي النص اللي هو الاستراتا او البودي اللي هو من 15 ل 65 سنه. التايب بتاع البوبوليشن بيراميد الستيشنري اللي هو الثابت مش بيتغير، لان عندك معدل ثابت من المواليد والوفيات، هما الاثنين مش تقريبا بيكسروا بعض، فالهرم بتاعك ثابت اللي هو في اسيا. الاكسبانسيف ده اللي هو الهرم بتاعنا اللي هو كل شويه عمال يزيد في رابيد جروس، ده هتلاقي برود بيز نارو ايبكس تابرنج ايدجز ميلز اند فيميلز ايدنتيكال تو ايتش اذر. كونستركتيف ده هتلاقي لوور نمبر اوف يونجر بيبل، الصغار السن قليل شويه، زي في المانيا الستات مش عايزه تخلف اصلا وبيشجعوا الموضوع ده لان هم قرب ينقرضوا، بيشجعوا على الحمل طبعا والخلفه، فالهرم بتاعهم مخنوق وقرب ينقرض. يبقى البوبوليشن بيراميد بيعبر لك عن ايه؟ الهوريزونتال لاير اللي هو اتكلمنا عليها اللي هو البرسنتج النسبه المئويه بتاعتك، السكس ريشيو اللي هو الميل والفيميل، والحاجة التانية بقى الكاركترستيك بتاع الهرم بتاعنا اللي هو البرود بيز نارو ايبكس تابرينج ايدجز، على عكس في الدول المتقدمة هيبقى فلات ايبكس والبارالل ايدجز.
الهرم بتاعنا في مصر بيقول لك ان البيز بتاعته عريضه لان فيها اطفال تحت سن 15 سنه، ودول بيمثلوا، السؤال ده مهم جدا ممكن بيجي ام اس كيو، بيمثلوا 34% من البوبيوليشن. في التوب اوف ذا بيراميد اللي هو الكبار السن اللي فوق 60 سنه، ودول بيمثلوا 8% من البوبيوليشن. ده برضو سؤال مهم. البادي اوف ذا بيراميد اللي هو بقى ان بتوين، ده اللي في النص بقى، في حته هنا مهمه بيقول لك ساعات ببص على الهايت اوف ذا بيراميد، ارتفاع الهرم. ارتفاع الهرم بيمثل لك حاجه اسمها اللايف اكسبكتنسي. يعني مثلا انا لما ابص على الهرم ده هلاقي مثلا اخره 80 سنه، اخره 80 سنه، ففي اهرامات تانية بتلاقي مثلا اخرها 40 30 سنه. ده معناه ان البلد دي ايه، واقعه اللايف اكسبكتنسي بتاعتها، المتوقع بتاع الفرد ان هو يعيش قد ايه، قليل جدا زي في داعش. غير مثلا اهرامات هتلاقي اخرها مثلا 90 سنه و120 سنه، تعرف ان البلد دي متقدمه. السكس ديستريبيوشن قال لك الميل تقريبا زي الفيميل، لكن في 2016 لقيوا ان الميلز كان 61% والفيميلز 49%. ده منظر الهرم في مصر، برود بيز تابرنج ايدج بوينتد ايبكس وتابرنج ايدجز، ميلز وفيميلز زي بعض. ادي اللي هم الاطفال الصغيره تحت سن 15 سنه اول 3 طبقات، الكبار اللي فوق سن 65 سنه، واللي في النص اللي هم البرودكتيف ايج جروب. قال لك ايه الفرق بين اللي بيتشابه في الالدرلي وفي اليونج، هم الاثنين they are not working، بيعتمدوا على الناس اللي في النص اللي هم الاندبندنت. امال ايه النسب المئويه دي، البرسنتج دي كلها؟ بص كده، اول لاير هنا اللي هم الاطفال اللي تحت سن 5 سنين بيمثلوا 6.8 ميل و6.4 فيميل، عادي بس نسب مئويه عاديه. طيب ده بيقول لك برده الفرق بين الديفلوبينج كانتريز والديفلوبد كانتريز. في الديفلوبينج كانتريز مثلا زي في مصر زي ما احنا قلنا برود بيس بوينتد ايبكس وتابرنج ايدجز، وعكس في الديفلوبد كانتريز بيبقى العكس. طيب حاجه تانية عندنا اسمها الديموغرافيك ترانزيشن او التحول السكاني. الديموغرافيك ترانزيشن ده عشان تفتكروه يا جماعه، انا بفتكر كوبايه ميه، تمام؟ واول مرحله قبل دخول الثوره الصناعيه كوبايه الميه دي كانت بتسرب من تحت الميه دي اللي هو عدد السكان. فايه اللي بيحصل؟ قبل الثوره الصناعيه كانت الستات عماله تخلف، تمام؟ بتلاحظ ان اللي كل بتخلفه بيموتوا من الناحيه الثانيه، بيتسربوا الميه من الناحيه الثانيه. فلقيت عندك هاي بيرسز وهاي ديسز، مواليد كتيره ووفيات كتيره. الستات لاحظت ان هي بتخلف 10 عيل فبيموتوا ال10، قالت لك لا انا هخلف مثلا 15 عيل او 20 عيل بحيث لما يموتوا لي ال10 او ال15 يبقى لي خمسه. فعماله تخلف من هنا والعيال تموت من هنا، فسموا المرحله دي بالهاي ستيشنري. ليه هاي؟ لان عندك هاي بيرسز وهاي ديسز، مواليد كتيره وفيات كتيره، هما الاثنين كانسل اتش اذر، بيكنسلوا بعض. ستيشنري المجتمع ثابت، المجتمع مش بيتغير، فاول مرحله سميناها الهاي ستيشنري. اللي حصل بعد كده في المرحله الثانيه ان بدا في المرحله الثانيه بقى بدات قعر الكوبايه تسد، دخلت بقى الثوره الصناعيه وتحسن بقى الطب وبقى في تطعيمات وبقى في انتيبيوتكس. فالستات بقى عماله تخلف لي بال15 وال20 عين، مش ملاحظه ان الوفيات بدات تقل بس هي لسه عماله تخلف، فالكوبايه هتنفجر منك. دخلنا في مرحله الانفليشن او مرحله التضخم السكاني، الست الكوبايه هتنفجر منها، فسموا المرحله دي بالايرلي اكسباندنج، لان المجتمع عمال يزيد زياده مش طبيعيه. الحاجه اللي بعد كده زي مثلا بلاد زي افغانستان وفلسطين، بعد كده الستات بقى بدات تلاحظ ان لا العيال بقت مش بتموت زي في الاول، وده غالبا بيبقى احنا فيها مصر فيها. فقالت بدل ما هخلف 20 عيل انا هخلف 15 او هخلف 10 عيال، تمام؟ فالزياده يعني الستات لسه بتخلف كتير بس الزياده مش زي الاول. يعني هو حتى بيقول لك بص هنا further decline في الديس while the birth rate tend to fall، يعني هو البيرثز بدا يقل بس مش زي الاول. يعني هي بدل ما كانت الست بتخلف 15 عيل بقت بتخلف 10 عيال، هو ستيل عدد كتير جدا، يعني برده في زياده. عشان كده بيقول لك ان المجتمع برده ستيل بيزيد، فسموا المرحله دي باللايت اكسباندنج. بعد كده الستات بدات بقى تلاحظ بقى ان لا ده الوفيات عندك قليله، لا ده احنا مواليد كتير قوي، فهنبدا نعمل فاميلي بلاننج، فهنخلف ولدين ثلاثه عيلين ثلاثه بالكتير. فلاحظنا ان عندنا لو بيرسز ولو ديسز، مواليد قليله ووفيات قليله، لو فسموا المرحله دي لو ستيشنري، لو لان عندك لو بيرسز ولو ديسز ستيشنري، المجتمع ثابت. المرحله الاخيره بقى وهي الديكلايننج فيز، ده بقى معدل المواليد اقل من معدل الوفيات، بقى اللي بيتولدوا اقل من اللي بيتوفوا. زي مثلا في مرحله في دوله المانيا، ده انتوا هتلاقوا بقى ان الدوله دي قربت على الانقراض، ودي سميناها مرحله الديكلايننج فيز او ستيج، ودي اللي كانت بتمثلكم من الهرم
اللي هو الكونستريكتنج بيراميد. يبقى اول مرحله خالص اللي هو بقول عليها الهاي ستيشنري، انت عندك هاي فيرسز هاي ديسز، المجتمع ثابت مش بيتاثر فسميته هاي ستيشنري. المرحله اللي بعد كده عندك المواليد كتير جدا، دخلنا في مرحله الايرلي اكسباندنج، فيرسز بقى كتير خالص والديسز بدات تقل فسميناها المرحله دي بالايرلي اكسباندنج. المرحله الثالثه بقى اللي هي الليت اكسباندنج، في لسه مواليد كتير بس مش زي الاولان، يعني بدات المواليد بدل ما كانوا 20 عيل بقوا 10 عيال، فلسه البيرسز تحس ان هو قل بس لسه معدل المواليد ستيل كتير، فسمينا المرحله دي بالليت اكسباندنج، المجتمع لسه عمال يزيد. المرحله اللي بعد كده اللي هي اللو ستيشنري، عندك لو بيرسز لو ديسز والمجتمع ثابت فسميناها لو ستيشنري. ديكلايننج فيز بقى البيرسز اقل من الديسز، زي في المانيا بقول عليها الديكلايننج فيز. تمام، دي اول محاضره عندنا اللي هي الديموغرافي، اتكلمنا عرفنا ايه هي ساينتفك ستادي اوف هيومن بوبوليشن، عرفنا ان هو بيتكون من خمس حاجات: سايز ستراكشر تشينج ديفلوبمنت ديستريبيوشن. اتكلمنا على اهميه الديموغرافي، عرفنا عن طريق المورتاليتي وعن طريق ديستريبيوشن، وان انا اعمل بلاننج بروجرامز، ان انا اعرف اعمل بروجرام واشوف هل هو سكسس ولا فير، اهتم بالهيلث بتاعه الكوميونتي، اعرف الموربيديتي والمورتاليتي ديزيزز، اعرف ايه هو ليدنج كوزز اوف فيتال ديزيزز. بعد كده اتكلمنا عن السنسس وعرفنا السنسس في حاجه اسمها السنسس بوبوليشن والاستيميت بوبوليشن، حاجه اسمها دي فاكتو ودي جور، وعرفنا ان هو بيتعمل في الكاب ماس، عرفنا حاجه اسمها الارزماتيك جروس وده اللي بيتحسب، قلنا بنشوف الناتشرال انكريز قد ايه. في حاجه اسمها الانتر سنسس والبوست سنسس والفيوتشر سنسس، عرفنا اهميه السنسس هو الاستاتستيكال اناليسيس، وبيعرف لك برضو السايز بتاع البوبوليشن والكومبوزيشن بتاع البوبوليشن، بيعرف لك برضو ان انا اعمل اقدر اعمل بلاننج بروجرام، بيعمل لك الميديال بوبوليشن عشان تعرف الفيرتيليتي والمورتاليتي. اتكلمنا بعد كده على البوبوليشن بيراميد، وعرفنا الهرم بتاعنا هو الاكسبانسيف بيراميد، وقارنا بين الاستيشنري والكونستراكتيف بيراميد، واخر حاجه اتكلمنا عليها اللي هو الديموغرافيك ترانزيشن من اول الهاي ستيشنري لحد الديكلايننج فيز. تمام، دي اول محاضره النهارده الديموغرافي، واتمنى تكونوا فهمتوا الشرح، وشكرا جزيلا لكم.